نادم جدا على هذا القرار. قرار النادي الاهلي انك سبته. لسه اهلاوي لحد الوقت؟ ده الناس كلها تعرف ان انا اهلاوي. لسه بتحب الاهلي لحد الوقت؟ بحب النادي الاهلي. و يعني انت لابس فانيله الزمالك كنت اهلاوي؟ لا بص، في فرق بين الاثنين. انا النهارده انت لابس فانيله مين؟ لا، فريق النادي الاسماعيلي. وانت اهلاوي؟ بس وبحب النادي الاهلي. بس في فرق بين ان انا راجل محترف بطبق الاحتراف، بصون الفانيله لاخر يوم، بدليل ان انا بلعب السادي في النادي الاسماعيلي ولعب 34 مباراه 34 مباراه والحمد لله. طب انت بتقول قدام جمهور الاسماعيلي انك اهلاوي؟ هم مشكلة. يعرفوا الاسماعيلي يعرف اصلا ان انا اهلاوي. سأعود للاهلي في تلك الحاله فقط. انا كل مره تسالني انا كمدرب ان شاء الله. الله.